الحكومة تطلب دعماً أمريكياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هجمات الحوثيين. ميليشيا الحوثي تقر بمقتل 45 من مسلحيها خلال شهر واحد إثر معارك مع قوات الجيش. الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية في جبهة الفاخر وسط احتدام المواجهات بمريس في محافظة الضالع. مطالبات بالكشف عن مصير التربوي زكريا قاسم المختطف في سجون الانتقال. مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة بلقيس، معكم أسامة الإرياني ونضال الشبان. كشف موقع انتليجنس أونلاين الاستخباري عن انزعاج السعودية من دور سلطنة عمان في مفاوضات حل الأزمة في اليمن. ذكر الموقع الفرنسي أن المملكة باتت تنظر إلى الوساطة العمانية في اليمن بريبة وانزعاج، حيث يرى مسؤولون في الرياض أن جهود مسقط منحازة للحوثيين. كشف الموقع أن وزير المكتب السلطاني المشرف على أجهزة الاستخبارات محمد النعماني أرسل وفدا من ضباط الاستخبارات إلى صنعاء للقاء المسؤولين الحوثيين في العاشر من الشهر الحالي بعد محادثات سابقة أجروها في ديسمبر الماضي. وبحسب الموقع فإن الوسيط العماني يتصور بأن نهاية الصراع في اليمن تستند على الأمر الواقع الذي قسم البلاد، حيث يسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي بينما تسيطر الحكومة المدعومة من الرياض وأبو ظبي على الجنوب. لفت إلى أن الإمارات لا توافق على محاولات الرياض لإيجاد اتفاق مباشر مع الحوثيين، لا سيما إذا كان ذلك سيشمل حل الدولتين. في غضون ذلك اتهمت الحكومة ميليشيا الحوثي بالتعنت والتهرب من التزامات السلام الشامل والعادل، مؤكدة أن ارتباط الميليشيا بالنظام الإيراني لا يهدد فقط استقرار اليمن بل أمن المنطقة والعالم. بن مبارك تطرق خلال لقائه السفير الأمريكي ستيفن فيغن إلى أهمية دعم الحكومة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية ومواجهة التحديات الناجمة عن التصعيد الحوثي. من جهته جدد السفير الأمريكي تأكيد دعم بلاده لمجلس القيادة ووحدة وأمن واستقرار اليمن، مؤكدا إلى واشنطن أهمية خاصة لدعم العمل الإنساني والجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إلى ذلك عاد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن قادما من الرياض رفقة عضو المجلس أبو زرع المحرمي بعد فترة غياب استمرت 50 يوما. العليمي أكد لدى عودته التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعية الثلاث وعلى وجه الخصوص القرار 2216، مجددا الترحيب بكافة المساعي الحميدة على هذا الصعيد. زيارة جديدة لرئيس مجلس القيادة إلى عدن، أو هكذا بات ينظر إلى العودات القليلة المتقطعة لمسؤولي الشرعية إلى الداخل اليمني. فور وصوله مصطحبا أحد أعضاء المجلس الستة الممثلة لقوات العمالقة، أكد العليم التزامه بتعهدات السلطة الشرعية المعلنة وهي العمل من الداخل. والحقيقة أن ذلك التعهد المبكي المضحك ظل هدف الشرعية العاثر، لكن رئيس مجلس القيادة يسوقه الآن على أنه المشروع الحلم، وتلك ما تسمى بقلة الحيلة التي أصابت النخبة اليمنية خلال سنوات الحرب الثمان. كان العجز قرين هادي، فأصبح العجز والضعف والانقسام ملازما للسلطة الجديدة التي فشلت في كل الوعود وخسرت كل الرهانات. لكأن قدر اليمنيين في هذه الظروف أن يهزموا بقادتهم ونخبهم الفاقدة للطموح والخيال والانتماء. يحلم اليمنيون كثيرا برجال الدولة، وذلك هو الشاغل لكل أحاديثهم في طول البلاد وعرضها، وما تفرزه المرحلة مجموعة من الخطابات العدمية والسطحية الممولة من الخارج والتي تعمل لصالح أجندات إقليمية. ما من صوت وطني يتأوه اليمنيون الذين أصبحوا في حال يجعلهم يقبلون بأي نوع من التسويات المجحفة. كل الرهانات خاسرة، لذلك بقيت ميليشيا الحوثي وبقيت الحرب
أما اليمن فيتشظى كل يوم أكثر ويدخل في دوائر عدة من الانقسامات. الزيارة التي يقوم بها العالم إلى عدن في ظل بقاء غالبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض وأبوظبي تفتح العديد من التكهنات، خصوصاً أنها تأتي في ظل مساع حثيثة من السعودية التي تريد إبرام تسوية سياسية مع ميليشيا الحوثي تصادق عليها الشرعية. أقرت ميليشيا الحوثي بمقتل أكثر من 45 من مسلحيها خلال معارك مع قوات الجيش منذ مطلع الشهر الجاري. ذكرت الميليشيا أنها شيعت في صنعاء جثامين 3 من مسلحيها ينتحلون رتب ضباط، مشيرة إلى أنهم قتلوا خلال معارك في جبهات القتال دون مزيد من التفاصيل. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أعلن الحوثيون مقتل أكثر من 40 من مسلحيهم في مواجهات مع قوات الجيش في عدد من الجبهات. ومنذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر الماضي تشن الميليشيا هجمات متقطعة على مواقع الجيش في مختلف الجبهات وسط إعلانات من القوات الحكومية بصد تلك المحاولات. تمكنت قوات الجيش في محافظة الضالع من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في أجواء مديرية قعطبة، وذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات في مريس. مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش أسقطت الطائرة المسيرة بينما كانت تحلق فوق مواقع عسكرية بمنطقة باب غلق في جبهة الفاخر غربية قعطبة. إسقاط الطائرة تزامن مع احتدام المواجهات بالأسلحة المتوسطة بين قوات الجيش والميليشيا في مواقع القهرة والزيلة شمالية مديرية مريس. تأتي هذه المواجهات في الوقت الذي يشكو المواطنون من استمرار حصار الميليشيا على قرى منطقة يعيس في ذات المديرية. ينضم إلينا من الضالع مراسلنا محمد المريسي. محمد، هناك إذن طائرة أسقطت في مريس، ما الجديد؟ نعم، استمرار محاولات الميليشيا لمحافظة الضالع من هجوم ومن محاولات إرسال طائرات دائما، ومن خلال هذه المحاولات تباعد البشر في ظل تواجد قوات الجيش الوطني في مناطق واسعة من محافظة الضالع. شهدت جبهة مريس أمس الليل في ساعات في صباح اليوم الباكر في منطقة الجيلة ومنطقة القارة مواجهات، وأيضا الميليشيا الحوثي تستخدم الضرب العشوائي على بعض المناطق الزراعية الشاج الأهلة في سكان في تلك المناطق. أما في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة يوميا إن صح التعبير تحاول أو ترسل ميليشيا الحوثي الطائرات المسيرة لفوق إلى أجواء سماء مواقع قوات الجيش الوطني وإلى أجواء بعض من مساحات مدينة ومناطق قعطبة، وأيضا تحاول خلال هذه الممارسات رصد تحركات قوات الجيش الوطني أو تقوم بإرسال قذائف أو إطلاقها على بعض من المناطق الواسعة أو على المدنيين في تلك المنطقة. تمكنت قوات الجيش الوطني في اليوم في منطقة الفاخر أو في مواقع باب غلق من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيا الحوثي التي تحاول بين فترة وأخرى اختراق أجواء أو مراقبة قوات الجيش الوطني. يعني أشير إلى أن هذه الممارسات هي ليست جديدة وإنها مستمرة فيها حتى هذه اللحظة، كذلك أيضا إرسال العبوات الناسفة والذرع ومحاولة طرحها في الطرقات الفرعية التي يقوم المدنيين بعبور بتلك المناطق، وكذلك وضع ألغام على مساحات واسعة في مناطق التماشي تلك المناطق نتيجة لوقوع لخوف الميليشيا من محاولة أي تقدم لقوات الجيش الوطني باتجاه مناطقها المتمركزة خلف منطقة الفاخر وفي منطقة مريس. يعني أشير أيضا إلى حتى هذه اللحظة تستمر الميليشيا بحصار وقطع الطرق الرئيسية والفرعية على محافظة الضالع بشكل عام وعلى مدينة قعطبة ومنطقة مريس بشكل خاص، حيث هذه المناطق التي تقع عليها سلسلة جبلية تتواجد بها مع ميليشيا الحوثي امتدادا من منطقة الحقب والعرفاب وكذلك منطقة يعيش مرورا بجبال باب غلق ومرورا أيضا بمنطقة الفاخر وإلى منطقة حبيل العبدي. هذه المناطق تمثل مناطق تماس بين قوات الجيش الوطني، وتقوم أيضا ميليشيا الحوثي بقطع الطرق الرئيسية والفرعية وحصار المدنيين منذ سنوات. هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيا الحوثي تعود سلبا على هذه المناطق، منها ايضا
قضايا مشاكل اقتصادية، ارتفاع تكاليف الإيجارات أو ارتفاع تكاليف المواد الغذائية نتيجة لهذا الحصار المطبق على هذه المناطق وتكاليف نقلها من مسافات واسعة مع استمرار ممارسات الميليشيا على هذه المناطق يوميا. محمد المريسي من الضالع، شكرا جزيلا لك. ومساء أمس شنت ميليشيا الحوثي هجوما بطائرة مسيرة على منطقة في عزلة كرش الواقعة في الأطراف الشمالية لمحافظة لحج. مصادر محلية قالت لبلقيس إن الطائرة المسيرة استهدفت أماكن متفرقة في منطقة الضاحي دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين، مضيفة أن القصف دمر إحدى الجرافات أثناء قيامها بإصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة. يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من اشتداد المواجهات بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة حمالة القريبة من المنطقة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. في السياق ذاته تمكنت قوات الجيش من صد محاولة تسلل لميليشيا الحوثي نحو مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية من المدينة في تعز. وقالت قيادة محور تعز العسكري إن القوات المتمركزة في جبهة عصيفرة تمكنت من إحباط محاولة التسلل نحو مواقعها دون مزيد من التفاصيل. ووفق المحور فقد استهدفت مدفعية الجيش مواقع دبابات الميليشيا المتمركزة في جبهة سوفتيل شرقي المدينة بعد محاولتها قصف الأحياء السكنية. وللاطلاع أكثر حول الوضع الميداني في تعز تنضم إلينا من هناك مراسلتنا مها علي. مرحبا بك مها، تفضلي. نعم، نضال بالمستجدات العسكرية، نبدأ بما أعلنته قيادة محور تعز العسكري بأن مواجهات ميليشيا الحوثي أو قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمال المدينة. هذه الجبهة التي تطل على منفذ عصيفرة وهو المنفذ الشمالي لمدينة تعز والمغلق منذ 7 سنوات. في التزامن مع ذلك كانت هناك دبابة لميليشيا الحوثي في تبة سوفتيل وهي التبة التي تقع في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، قد شنت قصف مدفعي على الأحياء السكنية تحديدا على المواقع العسكرية ومنها كذلك الأحياء السكنية. قوات الجيش الوطني بدورها ردت على هذا الهجوم على الأحياء السكنية داخل مدينة تعز أو في أطراف التماس في مدينة تعز. كان المواطنون قد تحدثوا في تلك النواحي بأن الأحياء تعرضت لقصف الأسلحة الثقيلة وبعض القذائف سقطت على مقربة من منازلهم، وأكدوا بأنها قذائف دبابات. تحدث كذلك المواطنون بأن مصدر القصف كان من جهة تبة سوفتيل شرق المدينة. تبة سوفتيل والسلال فقط للإشارة، نضال هي دبابة التي تقع في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وتتموضع فيها ميليشيا الحوثي بمعداتها الثقيلة بأسلحتها الثقيلة، وهي دباب حاكمة، هي تعتبر أحد أهم المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وتعيق كثيرا من تقدم قوات الجيش الوطني كونها دباب مرتفعة على مواقع قوات الجيش الوطني. هذا القصف سبب حالة من الهلع والفزع بين أوساط السكان والمواطنين، خاصة وأنه يأتي في ساعات مبكرة من ذلك الصباح، بالتالي هناك طلبة يذهبون إلى المدارس والناس يبدأون نشاطهم اليومي على أصوات قذائف ميليشيا الحوثي. قوات الجيش الوطني ردت على تلك القذائف بقصف مدفعي وقالت بأنها استهدفت دبابات الميليشيا في تبة سوفتيل دون أن تشير إذا ما تمكنت فعليا من تدميرها أو تدمير العناصر التي تقع على تلك تبة أو لا. عامة نضال التصعيد مستمر في مدينة تعز على مستوى الجبهات الشرقية سواء بالقذائف أو القمص أو على المستوى الجبهات الشمالية وهي محاولات التسلل، وكذلك الجبهة الغربية التي أعلنت قوات الجيش بأنها أحبطت محاولة التسلل في أطراف الكدحة، وكذلك اشتباكات متقطعة في المطار القديم وجبل هان وحدران ولحطوب غربا وابي صالة شرقا
والدفاع الجوي شمال غرب المدينة. التصعيد مستمر النضال وإن كان على فترات متقطعة، وكذلك محاولات تسلل الميليشيا الحوثي مستمرة بشكل شبه يومي. نتحدث عن يناير الشهر الجاري، وهو الشهر الأكثر ربما احتداما بمواجهات وكذلك اشتباكات ومحاولات تسلل الميليشيا الحوثي باتجاه جبهات مدينة تعز وعلى نطاق واسع، بمعنى أن الجبهة أو ربما التصعيد لا يشمل جبهة واحدة في وقت واحد، وإنما يشمل أكثر من جبهة في ذات الوقت، وهو تصعيد خطير يؤشر إلى ما تريده الميليشيا الحوثية من مدينة تعز تحديدا. نعم بالضبط. شكرا لك على وافر هذه المعلومات مها علي مراسلتنا من تعز. اتهمت وحدة النازحين في مأرب برنامج الأغذية العالمي بالامتناع عن صرف الحصص الغذائية لآلاف الأسر النازحة دون أسباب واضحة. الوحدة حذرت في بيان لها من انتهاء صلاحية المساعدات الغذائية داخل المخازن، كاشفة عن تلف نحو 250 سلة غذائية في مديرية رهوان. نحن اليوم في زيارة لمقر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب. هذه الوحدة التي عملت ونشطت خلال سنوات الحرب واجهت الكثير من التحديات، خصوصا الاحتياج الكبير والإقبال الكبير من النازحين على هذه المحافظة المكتظة بأكثر من 2 مليون نازح. ومن بين تلك التحديات ما يتعلق بالغذاء والاحتياج الكبير للغذاء داخل هذه المحافظة. يقف إلى جواري مساعد مدير عام الوحدة التنفيذية في مأرب الدكتور خالد الشجني. حدثني عن الاحتياجات وأسباب عدم صرف الغذاء العالمي لمستحقات النازحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص موضوع الاحتياجات، فالمحافظة مثل ما تفضلت بها أكثر من 2 مليون نازح. المحافظة تحتاج إلى تدخلات إنسانية في مقابل ضعف التدخلات المقدمة من قبل شركاء العمل الإنساني. فيما يخص موضوع الغذاء والأسباب التي أدت إلى تأخير صرف الغذاء، هو أن برنامج الغذاء لديه إجراءات جديدة فيما يخص موضوع متعلق ببيانات النازحين، وإلى الآن لم يتم الموافقة على هذه الإجراءات من قبل السلطة المحلية والجهة الأمنية، والأصل أنه يتم صرف المواد الغذائية حتى لا يجلس الناس يعني فترة طويلة من الغذاء. المواد الغذائية المخصصة للنازحين للدورة السابعة من العام 2022 موجودة حاليا في مخازن برنامج الغذاء العالمي، ولم يتم صرفها حتى الآن، وإذا استمرت ستتلف ما بسوء التخزين أو بانتهاء فترة محددة لها. هل خاطبتم البرنامج؟ نحن خاطبنا البرنامج من قبل بإيميلات وجلوس ولقاءات كثيرة في موضوع صرف الغذاء وإنقاذ الأسر المتواجدة سواء في المخيم وخارج المخيمات، خاصة مع ظروف الطقس والبرد والشتاء. لكن مع الأسف إلى الآن لم يتم عمل أي تدخلات يعني خاصة في جانب الدورة السابعة، تليها الدورة الثامنة لصرف المواد الغذائية. يعني لم نفهم ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا التمنع لصرف المستحقات. الأسباب الحقيقية هو أن البرنامج غير جاد في موضوع صرف الغذاء، لديه إجراءات جديدة فيما يخص موضوع متعلق ببيانات النازحين، ولم يتم الموافقة. هي بيانات جديدة لم يتم الموافقة عليها من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية، ويتحجج بهذا الحجة اللي بصرف الغذاء. الأسر التي محتاجة إلى الغذاء أكثر من 56,000 أسرة التي بحاجة ماسة إلى الغذاء الشهري. هو لاحظنا خلال الأيام والأشهر السابقة أن البرنامج قلص حجم السلة الغذائية، في المقابل أن البرنامج يعني لم يعد يصرفها شهريا وإنما تأخر إلى شهرين. بل إذا استمر الوضع هذا سينذر بحدوث مجاعة داخل محافظة مأرب، ونحن نأمل أن يتم تدارك الموضوع وصرف السلة الغذائية للدورة السابعة والدورة الثامنة وإنقاذ الأسر في داخل المخيمات وخارجها. إذن تواجه الأسر النازحة هنا في محافظة مأرب ضعف شديد للتدخلات الإنسانية وغياب ونقص كبير أيضا في الغذاء، وهذا التحدي منذ سنوات، وما تزال السلطة المحلية والوحدة التنفيذية أيضا تخاطب المنظمات الدولية، وإلى الآن كما تقول الوحدة التنفيذية في بيانها الأخير بأن تدخلات المنظمات الإنسانية ضعيفة وضئيلة أمام الاحتياج الكبير في هذه المحافظة. علي الجرادي، قناة بلقيس، مأرب. اختطفت ميليشيا الحوثي نجل قيادي قبلي من أهالي منطقة الجاهلية في مديرية همدان بصنعاء
في استمرار لحملتها التي تشنها على المنطقة منذ أكثر من شهر. مصادر صحفية قالت إن الميليشيا اختطفت نجل القيادي القبلي وعضو المجلس المحلي في عزلة وادي عبي همدان ناصر حمود دودة، وذلك بعد أيام من اختطاف نجله الآخر مع عدد من أبناء المنطقة، مضيفة أن الميليشيا اقتادت المختطفين إلى سجن البحث الجنائي بصنعاء. وتشن الميليشيا حملة انتهاكات ضد أهالي منطقة الجاهلية دهمت خلالها نحو 7 قرى واقتحمت منازل وجرفت مزارع، وذلك بذريعة البحث عن أسلحة. في سياق متصل، اعتدت جماعة مسلحة بالضرب المبرح على محام في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وقال المحامي أمين الباروت إن 15 مسلحا اقتحموا مكتبه مساء السبت واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى شج رأسه وكسرت يده. وأوضح أن الاعتداء الذي طاله جاء نتيجة رفضه تسليم حكم لأحد طرفي نزاع كان قد حرره مسبقا، بناء على طلب الطرفين والاتفاق على تسليمه لكليهما. وفي ديسمبر الماضي اتهمت نقابة المحامين في صنعاء ميليشيا الحوثي باستهداف المحامين ونقاباتهم، كما كشفت عن جملة من الانتهاكات والفساد الحاصل في المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة الحوثيين. بالعودة إلى أخبارنا من مأرب وعن النازحين، انضم إلينا من هناك مراسلنا علي الجرادي. إذن علي، ما البدائل بالنسبة للنازحين في ظل هذا الامتناع من قبل برنامج الأغذية العالمي؟ نعم أسامة، أنوه بأن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كانت اليوم صباحا في اجتماع طارئ مع برنامج الأغذية العالمي في مأرب، وبخصوص التفاوض من شأن صرف المستحقات أو المعونات الغذائية المقدمة للنازحين في المحافظة. هذا الاجتماع وفقا للمعلومات بأنه فشل في التوصل لأي اتفاق بشأن صرف الغذائية الخاصة بالنازحين، هو ما يعني استمرار المعاناة والتي تواجهها آلاف الأسر تحديدا في مخيمات النزوح، والتي حضرتك يا أكثر من 57,000 أسرة، هذه الأسر كلها تحتاج إلى غذاء طارئ. وفقا للوحدة التنفيذية بأن هذه الأعداد الكبيرة لا تستجد المكاتب البرنامج الأغذية العالمي القوائم ضمن مستحقات الغذاء العالمي المقدمة للنازحين اليمنيين. هناك أيضا حالة من انعدام شبه كامل للغذاء في مخيمات النزوح، تحديدا في مخيمات رغوان وأيضا في المخيمات المتواجدة في أطراف مدينة مأرب. الوحدة التنفيذية تقول بأنها خلال الفترات الماضية خاطبت برنامج الأغذية العالمي بشأن صرف مستحقات النازحين المتواجدين في المحافظة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 2,000,000 نازح، لكنها لم تلقى تلك الخطابات أي استجابة من قبل البرنامج الأغذية العالمي، ولم توضح أيضا مكاتب برنامج الأغذية العالمي ما هي الأسباب التي تتس دون الاستجابة لهذه المطالب وأيضا لتوفير الاحتياجات الماسة للنازحين، خصوصا وأن النازحين في مأرب يعتمدون بشكل رئيسي على ما يقدمه برنامج الأغذية من غذاء ومن مواد أخرى يقدمها البرنامج. هناك النازحون داخل المخيمات منذ 3 أشهر لم تصلهم المعونات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقول أيضا الوحدة التنفيذية بأن مخازن التابعة للغذاء العالمي يوجد بها المواد الغذائية، لكن هذه المواد قد تتعرض للتلف وقد تتعرض للانتهاء داخل المخازن بسبب عدم صرفها. قبل أسبوعين تحديدا تقول السلطات بأنها فوجئت بإتلاف كمية تقدر ب 250 سلة غذائية في مديرية رغوان من قبل برنامج الأغذية العالمي، دون أن يرجع إلى السلطات المحلية ويطلعها على عملية الإتلاف وما أسباب الإتلاف. ولكن هناك من يقول أيضا بأن البرنامج الأغذية العالمي قام بإتلاف هذه الكميات بعد انتهائها في المخازن، ولعلنا نتذكر أيضا أنه قبيل شهرين تحديدا كان هناك كميات كبيرة في مخازن البرنامج الأغذية العالمي في مأرب، تعرضت هذه الكميات للانتهاء
بعد تمنع البرنامج من صرفها للنازحين، وهذا ما يعني أسامة استمرار مأساة النازحين داخل المخيمات وانعدام الغذاء داخل هذه المخيمات، وهو ما ينذر وفقا للوحدة التنفيذية بمجاعة محتملة حسب تصريح مساعد مدير الوحدة التنفيذية الذي قال لنا بأن استمرار هذا الرفض والتمنع من قبل البرنامج الغذائي العالمي سيضاعف من مأساة النازحين خصوصا في فصل الشتاء، وأن النازحين أيضا يعتمدون بشكل رئيس على برنامج الغذائي العالمي وما يقدمه من المساعدات. وتحدث أيضا الوحدة التنفيذية تحدثت في بيان لها أصدرته ليلة أمس أيضا، قالت فيه بأن النازحون في مأرب يواجهون ظروف صعبة وقاسية خصوصا في ظل ضعف التدخل وقلة التدخل من المنظمات الإنسانية في المحافظة، وإضافة إلى ما يمارسه برنامج الأغذية العالمي من تمنع كبير لإعطاء النازحين معوناتهم الغذائية، ويتهمون ذلك ويحملون أيضا البرنامج مسؤولية ما قد يترتب على النازحين. كنا أيضا قد طرحنا سؤال للوحدة التنفيذية بخصوص ما هي الحلول البديلة التي ممكن أن تقدمها السلطات المحلية في مأرب للنازحين إذا ما استمر هذا التمنع من البرنامج الغذائي العالمي. قالت بأنك لن تستطيع أن تقدم للنازحين أكثر من يعني بيانات التضامن ربما خصوصا، وأن لديه وأن ليس لديه قدرة على تغطية الاحتياج الكبير والأعداد الكبيرة للنازحين الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليونين ونصف مليون في المحافظة. من مأرب علي الجرادي، شكرا جزيلا لك. استنكرت الحكومة تعميم ميليشيا الحوثي لورش صيانة وغسيل السيارات في صنعاء بعدم استقبال أي سيارة تقودها امرأة دون محرم. وقالت في تصريح على لسان وزير الإعلام والثقافة إن هذا التعميم يندرج ضمن سياسات الميليشيا الممنهجة للتضييق على النساء ومنعهن من المشاركة في الحياة العامة وحصر دورهن في المنزل على خطى حركة طالبان. لفت إلى أن الميليشيا صعدت مؤخرا بشكل لافت عمليات قمع النساء والتضييق عليهن، وذلك بمنعهن من التنقل بين المحافظات وفرض ألوان خاصة بالملابس وإجراءات قمعية أخرى. المسؤول الحكومي استغرب صمت المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قضايا المرأة إزاء استمرار ميليشيا الحوثي في فرض مزيد من الإجراءات القمعية ضد النساء. إلى إب حيث أصيب شرطي مرور ومدني برصاص مسلحين في شارع عام بالمدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على شرطي مرور ردا على محاولته منعهم من مخالفة خط السير في منطقة مثلث المواصلات جنوبية مدينة إب، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة. بحسب المصدر فإن مدنيا آخر أصيب حيث كان يطل من نافذة منزله على منطقة الحادث. هذا وتشهد إب انفلاتا أمنيا زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. وفي إب أيضا توفيت فتاة عشرينية غرقا في حاجز مائي بمديرية فرع العدين. مصادر محلية قالت إن الفتاة هناء أحمد قاسم سقطت داخل حاجز مائي بمنطقة مصينعة تابعة لعزلة بني أحمد، وذلك أثناء محاولتها جلب المياه ما أدى إلى وفاتها على الفور. شهدت العزلة ذاتها خلال أقل من شهرين 3 حالات وفاة مماثلة، إضافة إلى حالتي وفاة أخرى في منطقة الأحجار بعزلة الأخماس في ذات المديرية. ويعاني أبناء مديرية فرع العدين وبقية أرياف محافظة إب من غياب مشاريع المياه، ما يضطر الأهالي للبحث عنها في رحلة مرهقة وخطرة. ونبقى في إب حيث استولى قيادي في صفوف ميليشيا الحوثي على أرضية تابعة لإحدى الأسر في المحافظة. مصادر محلية قالت إن القيادي محمد الحارثي المكلف من قبل الميليشيا مديرا للأحوال المدنية في المحافظة حاول بمعية مسلحين السطو على أرضية تابعة لأسرة العرومي في المديرية. تأتي هذه العملية بعد أيام من عملية سطو مماثلة، حيث أقدم نافذ على قطع مخطط أحد الشوارع في منطقة جبلة بغرض البناء. وتزايدت في الآونة الأخيرة عمليات السطو والنهب ونهب الأراضي والعبث بالممتلكات العامة والخاصة في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
دعت تظاهرة إلكترونية إلى سرعة الكشف عن مصير التربوي زكريا قاسم المختطف لدى قوات المجلس الانتقالي منذ 5 سنوات. المشاركون في التظاهرة استغربوا صمت مجلس القيادة والحكومة تجاه قضية المخفيين قسرا في عدن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم أو إحالتهم للقضاء. وكانت تقارير حقوقية كشفت عن تعرض قاسم للتعذيب في سجون الانتقالي المدعوم من التحالف وحرمانه من الاتصال بأسرته. يذكر أن زكريا قاسم تربوي وناشط في مجال الإغاثة بمدينة عدن. كشف المتحدث باسم كهرباء عدن نوار أبكر عن صفقات فساد تقف وراء الانقطاعات المتواصلة للخدمة في العاصمة المؤقتة. وقال في منشور على صفحته بفيسبوك إن انقطاع الكهرباء في عدن يرجع إلى تزويد بعض محطات التوليد بوقود مغشوش ورديء، كما هو حاصل في محطة توليد حجيف في مديرية التواهي. وأكد أن أغلب محطات توليد الطاقة المشترى رفضت استلام هذا الديزل بسبب رداءته، ما تسبب في زيادة ساعات الانطفاء. لفت متحدث كهرباء عدن إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يتعمد شراء كمية لا تكفي لمدة شهر واحد من الوقود السعودي، فيما الوقود التجاري رديء ولا يطابق المواصفات. دشنت مؤسسة توكل كرمان في اسطنبول فعالية منحة برنامج قيادات من أجل المستقبل في دفعته الخامسة التي تضم 3000 شاب وفتاة من دول مختلفة. قالت رئيسة المؤسسة توكل كرمان في كلمة عبر الفيديو إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بهذا البرنامج الذي يستهدف الشباب صناع التغيير، الذي أعددناه خصيصا لهذه المناسبة. الأمنيات تبدأ كفكرة وتستمر بالإيمان والعمل. هكذا تم تدشين فعالية منحة برنامج قيادات من أجل المستقبل، حيث تم تخريج وتكريم الدفعة الخامسة للبرنامج في مناسبة احتفت بها مؤسسة توكل كرمان. أهداف هذا البرنامج إنه مساعدة هؤلاء المستفيدين والمستفيدات في تحسين إمكاناتهم وفي تطوير مهاراتهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، قادة وصناع للتغيير والنجاح والتقدم. هذه المبادرة التي منحت الشباب العربي بكله لليمنية فقط نهجا وطريقا لعبور المستقبل، فالمستقبل لا يمكن تحقيقه دون التعلم، وبداية التعلم اللغة مفتاح الكلام والقلوب، إلى جانبها مفاتيح أخرى قدمها هذا البرنامج. نحن سعيدون جدا في المؤسسة بقبول 3000 طالب، تم اختيارهم من بين أكثر من 21000 طالب وطالبة، عدد المتقدمين للدفعة الخامسة من منحة برنامج قيادات من أجل المستقبل. هذا العدد الكبير المقبولين أوصل العدد الإجمالي لكافة الدفعات والمقبولين فيها إلى 7000 مقبول يدرسون في برنامج قيادات من أجل المستقبل الذي تموله مؤسسة توكل كرمان. برنامج قيادات من أجل المستقبل مسار منهجي تدعمه مؤسسة توكل كرمان، وذلك منذ 5 سنوات معتمدة من خلاله على مبدأ النجاح الجماعي. كان في مراحل كثيرة كويسة منها الإنجليزية وكورسات عن الديمقراطية والحرية، إزاي كشعوب الحرية، مفهوم السلام. كان في كورسات كثيرة جدا مع برنامج اللغة الإنجليزية، هو أساسا كان تحت اسم اللغة الإنجليزية، لكن كان في حاجات كثير منه بتطور من شخصيتنا. كان فعلا برنامج رائع جدا، يعني طور شخصيتنا من كل الأطراف. دبلوم رواد المستقبل مثل لي فرصة عظيمة من أجل إتقان اللغة الإنجليزية، ومع احتكاكي في سوق العمل بحكم تخصصي في تحليل البيانات، اللغة الإنجليزية بالنسبة لنا شيء أساسي من أجل التعامل مع المقالات ومع الأبحاث ومع الدراسات التي نجريها في سوق العمل. فلذلك كان موضوع إتقان اللغة الإنجليزية مفتاح من أجل التطور والتقدم في الوظيفة التي أشغلها. فالنجاح الذي نتشاركه مع أكبر عدد من الناس هو ما يمكن عده نجاحا. صفا عصام، لقناة بلقيس، اسطنبول. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الحكومة تطلب دعما أمريكيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هجمات الحوثي. ميليشيا الحوثي تقر بمقتل 45 من مسلحيها خلال شهر واحد إثر معارك مع قوات الجيش.
الجيش يسقط طائرة مسيرة حوثية في جبهة الفاخر وسط احتدام المواجهات بمريس في محافظة الضالع. مطالبات بالكشف عن مصير التربوي زكريا قاسم المختطف في سجون الانتقالي. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. إلى اللقاء.